فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هل المراد حقيقة الإلصاق أم المراد التقارب؟ إيه، مراد حقيقة الإلصاق، لا يبقى بينهما فرجة، يكون هذا بجنب هذا ما بينهم فرجة ولو يسيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النساء مخاطبات؟ المقصود ما هو الزاق الجلد بالجلد، المقصود ما يكون بينهم فضاء ولو يسير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.